السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلبة وطالبات جريد 4، ورجعنا لكم في فيديو جديد من قناة دكتور ساينس صفاء. أتمنى لأول مرة تشوفوا قناتنا الاشتراك معانا في القناة ويعمل لايك على الفيديو، ولو ليكم أي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتس وهرد عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح ليسون 2 بارت بي. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن الأنيمال أدابتيشن، النهاردة هنشرح مع بعض البلانت أدابتيشن. نبدأ كده الأول بنقول look at the of the picture then put right or wrong. هنبص للصورة دي يا ولاد، دي صورة البالم تري، أشجار النخيل. بيقول لنا هنا بالم تري is adapted to grow and survive in rainforest habitat، يعني البالم تري دي مهيئة إن هي تعيش في rainforest habitat، المعيشة اللي فيها أمطار. زي ما انتوا شايفين هي موجودة في وسط الديزرت، يبقى الستيتمنت دي wrong. الستيتمنت تانية نمبر 2، plants have adaptation like animals to be able to survive in different environment. طبعا that's true، البلانت بيعمل adaptation، وهنشرح في الفيديو ده مع بعض طريقة الادابتيشن في البلانت عشان يقدر يعيش. هنقول البلانتس هاز ستراكشر وبيهيفيولار ادابتيشن، عنده ستراكشر وعنده بيهيفيولار ادابتيشن زيه زي الانيمالز بالظبط. ليه؟ عشان يقدر يعمل سيرفايف، يعيش ويقدر جرو، ينمو في الديفرنت انفايرومنت. في الفيديو بتاعنا ده ان شاء الله احنا هندرس تو ديفرنت بيج تريز، شجرتين ضخمين جدا جدا بيعيشوا في بيئات مختلفة، جرو ان تو ديفرنت انفايرومنتس، اللي هم ايه؟ اللي هم السافانا والامازون رين فورست. السافانا فورست اللي هي غابات السافانا، والامازون رين فورست هي غابات الامازون. غابات السافانا دي موجوده في جنوب افريقيا، والامازون دي موجوده في البرازيل. الفرق ما بينهم ان غابات السافانا بتكون البيئه بتاعتها فيها غياب من الووتر، ما فيهاش ووتر، الامطار بتكون قليله جدا، فالصحراء بتكون جرداء ما فيهاش ووتر. بينما الامازون اللي في البرازيل بتكون مهيئه ان الامطار بتبقى طول السنه راني موست اوف زير، لذلك بتكون الخضره فيها شديده جدا. هنتفرج الفيديو ده مع بعضينا عشان نعرف الفرق ما بين السافانا والامازون، وايه الفرق ما بينهم، وايه انواع الاشجار اللي مشهوره بيها السافانا واللي مشهوره بيها الامازون، ونرجع مع بعض نكمل الدرس مع بعض. يلا بينا نتفرج على الفيديو مع بعضينا وبعدين نكمل شرح الدرس. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت والاشتراك معانا في القناة. يلا بينا نشوف الفيديو، ويلا بينا نطير كلنا مع بعض. يلا يا جريد 4 كله يربط الأحزمة بتاعته ونركب الطيارة ونطير على سافانا فورست. زي ما انتوا شايفين كده دي سافانا فورست، غابات السافانا اللي قلنا عليها موجودة في سيزرن افريكا في جنوب افريقيا، ودرجة الحرارة بتكون فيها مايلد تمبريتشر، ومليئة بالجريسز الاعشاب القصيرة الصغيرة نتيجة غياب الووتر، الووتر بتكون قليلة جدا فيها، وبتتميز بدراوت كونديشن لعدم سقوط الامطار منتصف العام، نص السنة كلها من غير مطر، وبتاخد شكل الامبريلا اللي من امثلتها الاكاشا تري. زي ما احنا شايفين الجيراف هو اكتر حيوان ممكن ان هو بيطولها ويبدأ ياكل الليفز بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. الاكاجا تري بتاخد شكل الامبريلا، وبتتميز بالليفز بتاعتها بتكون صغيرة جدا very thinny عشان تقدر تعمل هولد للووتر، تحتفظ بالمية نتيجة اللاك اوف ووتر في البيئة بتاعتها، لان لو كانت الليفز عريضة وكبيرة هتقوم بعملية الترانسبيريشن، عملية النتح، وبالتالي هتفقد كمية كبيرة من الووتر. لذلك الاكاجا تري الليفز بتاعتها بتكون very tiny leaves عشان تحتفظ بالووتر، وبيكون فيها سباينز اشواك عشان تمنع الحيوانات ان تاكلها، وبتكون الترانك بتاعها عالي مرتفع لفوق
عشان الحيوانات ما تاكلش الاوراق بتاعتها، ما بيبقاش فيه غير الجراف بس هو اللي بيقدر يطولها ويقدر ان هو ياكل منها، نظرا لطول رقبة الزرافة. زكاجة تري جميلة جدا جدا، وبتتميز ان بيكون ليها الروتس بيكون طويل جدا وممتد لأسفل، بنسميه تاب روتس. الجذر الوتدي بيوصل لحوالي 35 متر تحت سطح الصويا، كأنك بالظبط بتدق خيمة. عارف يا ما انت بتكون هتدق خيمة، فبتجيب الأعمدة بتاعت الخيمة وتدقها في الأرض وتعمل شكل الوتد بالظبط. الأكيجا تري بيكون الروتس بتاعها very long، بنسميه تاب روتس، وده شكل الليفز بتاعتها. الليفز اللي احنا قلنا عليها بتكون صغيرة جدا جدا عشان تقلل عملية الترانسبيريشن وتقدر تحتفظ بالووتر. وزي ما احنا شايفين اهو الارتفاع بتاعها والترانك بتاعها، الترانك بتاعها اللي هو الجذع بيكون سميك عشان تحتفظ بيه الووتر، وزي ما احنا شايفين اهو ترانك سميك جدا جدا عامل زي الهامب بتاع الجمل اللي بيحتفظ بالووتر، وواخدة شكل الامبريلا من فوق. شايفين واخدة شكل الامبريلا عاملة ازاي؟ شكلها جميلة جدا سبحان الله. الاكاجا تري بيعمل بيهيفيولار ادابتيشن عن طريق ان بيفرز بويزون ماتيريال بتدي طعم مر في بق الحيوان لما يجي ياكلها، في نفس الوقت بتبعت رائحه باد سميلي رائحه كريهه للاشجار المجاوره ليها عشان تحسها تفرز الماده السامه دي عشان حيوانات ما تاكلهاش. نروح برحله بقى الى غابات الامازون اللي موجوده في البرازيل، اللي مشهوره باشجار اسمها كابوك تري. زي ما احنا شايفين لونها اخضر وجميله ازاي، لان الامطار موجوده طول السنه فبتبقى مليانه باشجار الكابوك تري اللي مليانه خضره، وطولها بيوصل حوالي 70 متر لفوق عشان تقدر توصل لاشعه الشمس. الله الله على الجمال، قولوا سبحان الله، سبحان من أبدع وخلق وصور. دي غابات الأمازون اللي مشهورة بالكابوك تري. نشوف بقى ايه هي مميزات الكابوك تري وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. الروتس زي ما انتوا شايفين كده، الروتس بتكون وايد، وبتسميها باتريس روت يعني جذور داعمة، بتكون قوية جدا جدا وبتمتد من اول الشجرة من تحت، بترتفع حوالي 5 أو 6 متر مع الشجرة عشان تدعمها وتثبتها اكتر في الارض، خصوصا لانها بتنمو في الارض اللي بتكون فيها امطار مستمرة طول السنة، فبتكون التربة زي ما انتوا شايفين بنسميها ساجي سويل او مادي سويل. شايفين الروتس عاملة ازاي؟ بتدعمها من تحت جامد عشان تمسكها، خصوصا لانها شاهقة الارتفاع 70 متر لفوق عشان توصل لاشعة الشمس. شايفين طولها بيوصل قد ايه لفوق عشان تقدر تطول اشعة الشمس، فلازم تكون ممتدة بباتريس روتس داعمة ليها. والاوراق بتاخد شكل الهاند وبتكون نارو ضيقة عشان تسمح بمرور الهواء والرياح ما بينها، زي ما انتوا شايفين كده هاند شيب ليفز، ما شاء الله شكلها جميل روعة. دي الاوراق بتاعت الكابوك تري اللي بتاخد شكل الهاند شيب. واحنا هنشوف دلوقتي الكابوك تري برضو نوع تاني من اوراقها، اشكالها مختلف. بص اول ما بنلمس الورقة بتدافع عن نفسها وتضم ورقها ازاي عشان تحافظ على نفسها من ان الحيوانات ما تاكلهاش، ما شاء الله جميلة جدا. والفلاورز بتاعتها السيدز بتكون لونها اصفر اصفر اللون، وبتحمل رائحة تجذب ليها الباتس الخفافي. وبعد ما اتفرجنا مع بعضينا على السافانا فورست والامازون رين فورست وعرفنا المميزات بتاعه الهابيتيت في كل واحده، نبدا نقرا مع بعضينا الدرس مع بعض عشان التكرار بيعلم الشطار. يلا بينا. السافانا زي ما قلنا ان هي امثلتها السوزرن افريقيا سافانا، ان هي بتكون في جنوب افريقيا، وبتتميز ان بيكون فيها جريس لاند يعني ارض عشبيه فيها اعشاب صغيره، ومايلد تمبريتشر ودرجه الحراره بتكون متوسطه. واللي بيميز السافانا فورست ان هي كاركترستيك باي اكستريم راك
of water, extreme lack of water يعني نقص شديد في المياه during the dry season. والأمثلة بتاعتها بقى المهمة جدا جدا الايه الشجرة دي نقراها مع بعضنا. A C A حرف C A يا ولاد بينطق كا بينطق كا. بعد كده C I A بينطق شا بينطق شا. يبقى اسمها أكاشيا أكاشا أكاشا تري أكاشا تري. يبقى C A بتنطق كا وC I A بتنطق شا. يبقى أكاشا تري. أكاشا تري A big tree that's grow in savanna. بتبقى شجرة كبيرة جدا موجودة في السافانا. Most large plants cannot grow in this habitat. معظم النباتات ما بتقدرش ان هي تنمو في البيئة دي due to drought condition. Drought condition يعني ظروف الجفاف. GA silent لا ينطقوا فبتنطق drought condition. As the dry season last half of the year. لأن الفصل بتاع الجفاف بيبقى حوالي half of the year يعني نص السنة يعني 6 شهور بيكون فيهم جفاف مفهومش مطر خالص. يبقى السافانا موجودة في ساذرن أفريقيا وهي جريس لاند وبتتميز بلاك اوف ووتر. أمثلتها الأكاشا تري وإن هي فيها دراف كونديشن أو دراوت كونديشن يعني ظروف الجفاف. ودي الصورة بتاعتها بتاعت الأكاشا تري. نشوف بقى الأمازون. الأمازون هي بنسميها أمازون رين فورست اوف برازيل يعني غابات الامازون اللي موجوده في البرازيل بتتميز ان هي راني موست اوف ذا يير طول السنه بيكون في ووتر. سو ايزي تو فايند ووتر البلانت سهل ان هو يجد ووتر. وبتتميز بايه كمان؟ بتتميز بسترونج وينز ان الرياح شديده. الامثله بتاعتها الكابوك تري اشجار الكابوك. اشجار الكابوك بتكون شجره بيك تري ذات جرو ان امازون رين فورست. It's hard for plants for some plants in the habitat to reach sunlight due to the extra tall tree growing up 70 meter tall. زي ما احنا شايفين الشجرة طويلة جدا جدا لفوق طولها بيوصل حوالي 70 متر. ليه؟ عشان تقدر توصل للسن عشان تقدر توصل للسن اللي هي عايزه ضوء الشمس عشان تقوم بالفوتوسينثس. فبتبدا ان هي تطول 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 لفوق عشان توصل لاشعه الشمس. ناخد بقى واحده واحده فيهم ونتكلم عنهم. adaptation of two different big tree to survive in their different environment. هنتكلم عن الاكاشا تري وهنتكلم عن الكابوك تري. اول حاجه الاكاشا تري زي ما احنا شايفين في الصوره واخده شكل الامبريلا. بصوا شكل الامبريلا ازاي اهي واخده شكل الامبريلا. هي umbrella shaped tree. Acacia tree is adapted to survive through many months or drought in the environment as follows. بتقدر ان هي تعيش لشهور طويلة جدا في البيئة اللي فيها drought يعني فيها جفاف. ليه الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي ايه هي بقى الحاجات اللي بتخليها تتكيف عشان تعيش في منطقة الجفاف. اول حاجة الهابيتات في Southern Africa Savannah في جنوب افريقيا. الستراكشر بتاعها التركيب بتاعها بيتأقلم عشان يعيش في الجفاف ازاي هنقوله بقى هنا. اول حاجة نمبر 1 الليفز الورق بتاعها. الورق بتاعها زي ما احنا شفنا في الفيديو وادي الصورة بتاعته اهو بتبقى اوراقها صغيرة جدا جدا بتعتبر tiny leaves. tiny leaves grow on the top of the tree يعني اوراق صغيرة جدا جدا. شايفين الورق حجمه صغير قوي قوي. tiny to help them hold in water عشان يساعدوا على الاحتفاظ بالمية. انتوا عارفين كل ما ورقة الشجر تكون كبيرة كل ما بيعمل عملية transpiration عملية النتح وبيفقد المية. طب هو موجود في منطقة فيها lack of water المية قليلة يبقى لازم الورقة بتاعتها تكون صغيرة عشان تحتفظ بالووتر اللي موجودة فيها. يبقى تاني leaves عشان تعمل hold للووتر. while soaking up absorbing sunlight needs to make food. زرار sharp spines متميزة بوجود spines اشواك اهي شايفين الاشواك دي spines. ليه؟ عشان تمنع الحيوانات ان تيجي تاكلها. اي حيوان يجي ياكلها يلاقي الشوك دخل في بقه يقوم سايبها وماشي. يبقى prevent animals from eating these leaves. يبقى التكيف بتاعها زي ما احنا قلنا ان هي تني صغيرة وان فيها spines. طيب الترانك تاني نقطة الترانك اللي هو الجذع بتاع الشجرة. احنا عايزين نفرق يا ولاد ما بين حاجة اسمها
ساق وحاجة اسمها تراك. النبات لما بيكون صغير بيكون ليه ساق اللي هو بيبقى طالع كده تمام، وحجمه صغير وبيبقى فيه بقى ايه بداية اول ورقتين كده طالعين، فده بنسميه المنطقة دي بنسميها ستيم، بنسميها ايه ستيم يعني ساق. ياما النبات بيكبر بقى ويعمل شجرة بالشكل ده، فالمنطقة الكبيرة بقى الخشبية دي بنسميها ترانك يعني الجزء بتاع الشجرة. يبقى هو صغير بنسميه ستيم ولما بيكبر بنسميه ترانك. فبتتميز بايه؟ بتتميز very long trunk، الترانك بتاعها بيكون طويل لفوق. So most animals except giraffe cannot reach its leaves to feed on. يبقى الترانك بتاعها بيبقى طويل لفوق، لذلك ما فيش حيوانات هتقدر تاكل من الاوراق بتاعتها الا الجيراف اللي بتكون رقبتها طويلة، هي اللي هتقدر تاكل من الورق بتاعها. طيب الترانك برضو في الاكاشا تريز ستور ووتر، بيحتفظ بالمية. as the hump in the camel store fat، زي الهامب بتاع الكامل اللي هو السنم بتاع الكامل بيبقى فيه حتة كده عالية كده، الجمل ده بنسميه الهامب، ده بيعمل ستور للفات عشان هو ماشي في الصحراء لو ما لقاش اكل يبدا ياخد الفاتس اللي متخزنه في الهامب دي ويبدا يحصل على الطاقه اللي هو عايزها. طيب ثالث نقطه بقى الروتس، الروتس بتاعتها عامله ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده الروتس بتاعتها بتسميها تاب روتس، يعني جذور وتديه بتبقى ممتده عماله تتخلل في باطن الارض، تمتد ممكن تنزل لحد 35 متر تحت سطح الارض. very long roots، طويله جدا بنسميها tap roots. that grows directly downward to search for water، هي عندها جفافه بتنزل لتحت سطح التربه تدور على الووتر. as deep as 35 meters below the soil surface، بتنزل مسافه لحد 35 متر تحت سطح التربة عشان تقعد تعمل سيرش على الووتر. طيب ده structure adaptation. البيهافيولر بقى، البيهافيولر adaptation السلوك بتاعها، احنا قلنا الستراكشر هنتكلم على البيهافيولر. الاكاشا تري it's produce a poison when an animal begin eating its leaves to make the leaves taste very bad to keep this animal away. بويزن يعني مادة سامة، بس مش معناها هتموت الحيوان، لا طعمها باد فبيسموها بويزن، هي مادة سامة بس هي مش هتموته، هي فيري باد، التست بتاعها فيري باد. عشان اول ما الحيوان يجي ياكلها يلاقي طعمها وحش يقوم سايبها. تاني حاجة في البيهيفيولر ادابتيشن اتس سندس ا سميلي مسج ان ذا وايند تو وورن اذر اكاشا تري، بترسل رسائل ليها ريحة في الجو مع الرياح للنير باي تري، للاشجار القريبه ليها، telling them to start making the same poison، عشان تقول لها تبدا تفرز الماده السامه. يعني هنا في شجره اكاشا وهنا في واحده اكاشا، اول ما يجي مثلا حيوان ياكل من ورق الشجره بتاعها ده، الزراف مثلا، الزرافه تبدا تاكل، تقوم تبدا بقى ايه تفرز الافرازات بتاعتها دي اللي بنسميها سميلي ميسج في الجو، توصل للشجره الثانيه. مجرد ما وصلت للشجرة التانية، الشجرة التانية على طول بتعرف ان هنا في خطر وفي حيوان بدأ ياكل في ورق الشجرة اللي جنبيها، تقوم على طول الشجرة دي تبدأ تعمل البويزن ماتيريال بتاعتها عشان لما يجي الحيوان ياكل منها يلاقي طعمها فيري باد ويقوم سايبها وما ياكلش منها. ده البيهيفيولر ادابتيشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو. طيب تاني حاجة بقى الامازون، خدنا الامثله بتاع الامازون فورست اللي هي الكابوك تري، وده الشكل بتاع الكابوك تري. قلنا الكابوك is adapted to survive in its environment through structure and behavioral adaptation، برضو بيعمل ايه تغيير في التركيب وفي السلوك بتاعه عشان يقدر يتاقلم مع البيئه. طب ايه هي الهابيتات، المعيشه بتاعتها في الامازون رين فورست اوف برازيل. طيب ناخد بقى الستراكشر ادابتيشن، الليفز بتاعته بيبقى شكلها ايه؟ دي شكل الليفز بتاعته، بتاخد شكل الهاند زي ما انتم شايفين اهي، زي صوابع الايد اهي شكل الهاند، بنسميها هاند شيب ليف ويز نارو بارتس تو الاو وايند تو موف مور جنتلي ثرو ذا ليفز وذاوت تيرينج ذيم. يعني الليفز بتاعتها بتاخد شكل الهاند وبيكون هنا الاوراق بتاعتها نارو ضيقه عشان تسمح بالرياح ان هي تمر هنا خلالها من غير ما تقطع في الاوراق بتاعت الشجر بتاعتها.
يبقى هي hand shape، يبقى أول حاجة leaves hand shape. طيب تاني حاجة الروتس، الروتس بتاعتها بقى عاملة ازاي؟ اهي زي ما احنا شفنا في الفيديو، شايفين الشكل ده، احنا شفناه في الفيديو مع بعضينا، شايفين الكابوكس تري دي شكل الروتس بتاعتها، بنسميها باتريس روت. باتريس روت يعني جذور داعمة. باتريس روت are not planted deeply in the ground، دي مش بتدخل في باطن الارض لتحت، لا هي بتبدأ تنمو حوالين جسم الشجرة من تحت هنا، من على سطح التربة. But they grow high up on its trunk to hold the tree firmly in the soggy soil or wet muddy soil. زي ما احنا قلنا ان الشجرة دي الكابوكس بتعيش في البيئة اللي كلها امطار، فبالتالي السويل بتكون soggy يعني بتكون فيها طين، او بتكون muddy فيها طين، فلذلك الجذور بتبدأ تنمو، ما بتنزلش لتحت زي ما بتنمو لفوق اهي حوالين حواف الشجرة اهي، دي كلها جذور ممتدة اهي، بتمتد حوالي 5 متر فوق سطح التربة عشان تثبت الشجرة دي في الأرض الطينية اللي موجودة تحت دي، اللي هي الصاجي سويل أو المادي سويل. فدي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها باتريس روت. باتريس روت يعني جذور داعمة. بيقول لنا هنا الباتريس روت كان ستارت اب تو 5 متر above the ground، يعني ممكن تطلع لفوق سطح التربة مسافة 5 متر، تحوط جسم الشجرة من تحت عشان تحافظ على ثباتها في الصاجي سويل. طيب السيدز بقى، البذور بتاعتها زي ما احنا شايفين بنقول عليها فلافي يلو سيدز، بذورها لونها اصفر وبتكون فلافي يعني رقيقة جدا، اهي البذور بتاعتها بتكون اصفر وفلافي. To be easily carried by wind across the forest، عشان يبقى سهل جدا ان الرياح تاخدها وتنقلها في الغابات. طيب ده بالنسبة للستراكشر. البيهيفيولار بقى ادابتيشن، التغير السلوكي بتاع الكابوك تري. الكابوك تري بتحب جدا تجذب الباتس ليها، الخفاش، فبتعمل ايه؟ بتعمل delicious smelling flower، بتعمل ريحة زاجية جدا في الازهار بتاعتها دي، بتلاقي عمالة تطلع في روائح كده، الروائح بتاعتها دي بتجذب ليها على طول الايه؟ الباتس. delicious smelling flower to send message through wind to attack باتس، عشان تجذب الخفاش towards it، يبقى ده البيهيفيولار ادابتيشن بتاعها. وكده بنكون نهينا الدرس بتاعنا بتاع النهارده، هنسيب لكم السؤالين بتوع شيك يور اندرستاند تحلوهم في الكومنتس وهنرد عليكم في الفيديو القادم. نمبر 1 شوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 سيندينج اسميلي مسج فروم اكاشا تري تو وورن اذر اكاشا تري از considered space adaptation، ده يعتبر بقى أي نوع من أنواع الأدابتيشن، يا إما هي تعمل إيه؟ سميلي مسج، يعني رسالة من الشجرة دي للشجرة دي عن طريق الرائحة، دي تعتبر structure only structure ولا only behavioral ولا post structure and behavioral ولا neither structure or nor behavioral. اكتبوا لي الإجابة نمبر 1 إجابتها إيه ولا بي ولا سي ولا دي في الكومنتس وهرد عليك. Number 2 structure adaptation of cabox tree is that A it has delicious smelling flower, B it has buttress root, C it has sharp spine around its leaf, D it has long tab roots. اختاروا برضو الإجابة الصحيحة A ولا B ولا C ولا D في الكومنتس وهنرد عليكم في المرة الجاية. أتمنى لو عجبكم الفيديو على طول ننزل لتحت نعمل لايك على الفيديو، ولو مش مشتركين تشتركوا معانا سبسكرايب في القناة، قناتنا اسمها دكتور ساين صفاء، عشان يوصلكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ننزله حصريا على القناة. وفي الآخر بقول لكم تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة تأخذون الكتاب ناجحين موفقين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.